هشام ممثل المجتمع المدني رحال نادي كرة القدم. كرة القدم كنت اليوم في الزيارة للبرلمان مع السيد نوال المتوكل باسم المجتمع المدني، استنتجت لهذه الزيارة. أول حاجة احنا جد مشكورين للسيدة نوال المتوكل اللي تحت لنا الفرصة، لأول حاجة جدنا قمنا بزيارة لقبة البرلمان وحضرنا لواحد الجلسة اللي هي دامت مدة ديال 30 دقيقة، وحاولنا اما كان عرفنا استنتجنا بعض الخلاصات كيفاش كتمر الاجتماعات بيناتهم بالاحزاب، وفي نفس الوقت حطنا بالمرافق كلها ديال قبة البرلمان، وحضرنا الجلسة مع السيد الوزير. يعني كان الاكتشاف هذا هو بالنسبة لنا هو داخل في السيرة الذاتية ديالنا، ونعرفوا الناس باش نربطوا ما بين هو احنا كرياضيين وكما هو سياسي، هذا هو الاستفادة الأولى. واحد النهار كما قلتي في الجلسه ديالك بغيتي الوليدات ديال المدينه القديمه حتى هما يجيو لهنا. بطبيعه الحال بحكم انايا قلت لك انا كشخص تفاجات بهذا كيفاش المرافق وكيفاش كتم المناقشه في مقبه البرلمان، وشفت المرافق بغيت لي مالا هاد الشوفه اللي شفت بغيت كنشوفها علاش ما يشوفوهاش هذوك الوليدات الصغار اللي كنأطروهم حنا، وكتعرف حنا الطبقه في النادي ديالي هو نادي رحال كيستافدوا منه غير الطبقه المعوزه، والطبقه المعوزه هما اللي خصهم يجيو يشوفوا هذا البرنامج وهما اللي كيضمنوا لهم الحقوق ديالهم. يعني انا ما فيها باس، انا كان الطلب ديالي الاول والاخر هو اننا هاد الوليدات ديالنا ديال المدينه كيجيو هنا يحضروا ويدوزوا شي امسيه ولا شي صبحيه هنا ان شاء الله، ويستافدوا ويعرفوا المرافق ديالهم لسه اللي مالا واحد النهار يكونوا هما الممثلين هنا في القبه.